بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز، اهلا وسهلا بيك في موسم البط، الموسم اللي الناس مش لاقي فيه اي اخبار، فبنقرر ان احنا ندور على الاخبار المثيره للجدل، ومنها خبر البنك المركزي القطري اللي قرر ان هو يطبع عمله ال 500 ريال عليها صوره لاعبيه منتخب المغرب. قرر ان هو يطبع صوره للاعيبة منتخب المغرب على العملة. الله الله، لا ومعلش يعني الناحية التانية موجود عليها عدد المنتخبات، طبعا تذكيرة للناس بإنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم. هتقول لي يا صاحبي هو الخبر ده حقيقي؟ صاحبي ولد عيب عليك، خبر حقيقي ايه؟ انت تهزر ولا ليه اي علاقة بالحقيقة؟ لأن أنا مؤاخذة يعني ما حدش عارف الدنيا فيها ايه بالظبط، وأحلى حاجة إن حطينا صورة أيوب الكعبي، حطينا صورة ابن نصير اللي هو باين فشخ إن الموضوع فيك، بس الناس بتحب الحاجات دي، أنا مش عارف ليه، يعني مع إن جده الأجع والركراكي بيطالبوا دايما الجماهير انها تتخطى حوار كاس العالم، بس موضوع كاس العالم ده الجماهير المغربيه لن تتخطاه لمده 50 60 سنه جايه. خلينا نكون صريح معاك لان الموضوع ما بيحصلش كتير، فالقصه دي قصه كبيره وقصه عظيمه وقصه لازم ان احنا نقول ان فعلا كان انجاز كبير جدا في قطر وكان انجاز عظيم جدا في قطر، ولكن قصه الناس تبيع اخبار زي دي الموضوع صعب. هتقول لي يا صاحبي بس اللي بيحصل ده قله ادب لما مؤاخذه من بعض اليوتيوبر بعد الصفحات، صديقي العيب مش فينا، العيب في مستر مارك زوكربيرج هو اللي قرر ان هو يفتح مكافآت على فيسبوك. هتقول لي يا صاحبي ورا المكافآت ده الناس بتنزل بوستات يابا وبتاخد عليها فلوس بجد؟ يا صديقي العزيز امال انت فاكر ايه؟ الناس ما بتخترعش اخبار بالفاضي، يعني معلش الناس بتخترع اخبار وبتاخد عليها فلوس، وانت بقى صديقي بتصدق الحاجات دي؟ انا مش عارف انت ليه بتصدق الحاجات دي، مع اني قلت لك قبل كده يا صاحبي حاول تدور على المعلومه، بس بصراحه هي فكره حلوه، بصراحه هي فكره حلوه وعجبتني وكيفتني. انا بحب دايما المؤلف الشاطر، يعني انا راجل بتكيف من المؤلف الشاطر. انا بصراحه شايف ان دي ملعوبه، بصراحه ملعوبه، لا وبصراحه صوره العمله عجبتني، وبصراحه الفكره مش فكره وحشه، بالعكس الفكره دي لو اتعملت اعتقد ان ده هيكون سحب تاريخي بالنسبه لفئه ال 500 ريال. هتكون سحبه من مين؟ من جانب المغاربه، دي هتكون ورقه تتحط لمؤاخذه يعني زي الاثارات اللي موجوده من العملات. في عملات بتكون اثريه اللي هي العمله، بس اثريه لمؤاخذه يعني غير نقديه ما بتتباعش وتاخد منها فيها فلوس والحاجات دي، اللي هي حاجات بتكون موجوده من قديم الازل يا صديقي العزيز. هتقول لي يا انت عارف ان انا عندي ورق للعمله بتاعتنا من 50 سنه صديقي؟ هو ده اللي انا بتكلم معاك فيه، ان الورقه دي لو طلعت فعلا مفيش حد هيرضى يبيعها. انت صديقي هترضى تبيع ال 500 ريال قطري دي؟ هتقول لي يا صاحبي بس لو الريال القطري غالي ابيع امها. والله يا صاحبي في الحاجات دي انت ممكن تركز فيها، ولكن في كل الاحوال هي دي الحكايه بتاعت ال 500 ريال. قول لي بقى يا صاحبي الريال القطري عندك في بلدكم بكام؟ انا بصراحه ما اعرفش الريال القطري عندنا في مصر بكام.